امبارح تابعنا معاكم أخبار عن هيئة السكة الحديد وتقديم خدماتها بشكل مكثف في فترة العيد. هيئة السكة الحديد كمان أعلنت عن خطوط ساخنة جديدة لاستقبال الشكاوى وأعطال القطارات والاستفسارات طوال أيام عيد الأضحى. الأرقام اللي حضراتكم هتشوفوها على الشاشة دلوقتي هي أرقام الخطوط الساخنة 012-744-22-925 أو 0225-77-4697 ورقم القصير 147. أكدت الهيئة أن العمل مستمر على مدار 24 ساعة، وأنه في الوقت نفسه بتواصل الهيئة طوال أيام العيد أعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار ندوات التوعية للعاملين، توعية عن الفيروس وعن طرق انتشاره، وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية ضد الفيروس، مع التأكيد على ارتداء الكمامات بين العاملين وبين الركاب.